وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية محمد صالح هارون قدم مجموعة من الشهادات إلى الفرق الفنية والثقافية التي شاركت في أعمال المهرجان الثقافي تقديراً وعرفاناً لإبراز دور التراث والثقافة التشادية بالمهرجان. خليل حسن. إن للفنون أنواع كثيرة ومتنوعة، ولكن للفن الغنائي إحساس خاص في أوساط الشعوب وبالأخص الشعب التشادي. ومن أجل نشر وتطوير الموسيقى التشادية قدم وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية شهادة تقديرية لفرقة هاش ساو، وكان ذلك بحضور الطاقم الإداري للوزارة وعدد من المدعوين. وأكد الوزير بأن هذا التقدير لم يأتي من فراغ، وذلك نظرا لإبرازهم تراث ودور الثقافة التشادية في المسرح الغنائي. نشكر الفنانين على عشساو يلا من تشاد وجيدين موسيقى هنام، يعني موسيقى كبيرة مرة واحدة. الناس في العالم كله كي بحجوا بالجد وبحجوا فوق كويس وعديل، يعني وقالوا كل ده نتيب أتستاسيون ده، لأن جماعين كلنا وعدينا جديد كلنا، يعني حسوا ده سوق المهم لنا عشان بحجوا بيقول لنا زي سفير، يعني بيقول لنا زي أمبسدر على جد. وأوضح مسؤول فرقة هاش ساو بأنهم رغم إقامتهم بكندا إلا أن حنينهم للوطن كان دافعا لإنتاج الأغاني الوطنية التي تظهر روح المحبة بين جميع التشاديين في مختلف أنحاء العالم. وإلى الثقافة والمركز المونا الثقافي وعرض كتاب يحمل عنوان أثر المشاهدة التلفاز على تربية الأطفال، والثاني يحمل عنوان واقع الإعلام التشادي بحضور عدد من المثقفين والكتاب. عبد الله هارون. واقع الإعلام التشادي وأثر مشاهدة التلفاز على تربية الأطفال بمدينة أنجمينة هو عنوان الكتابان اللذين تم تقديمهما من قبل كل من الكاتب عبد الله موسى جبريل وعبد الكريم مرسلم، الذين تناولا جانب الآثار السلبية لمشاهدة التلفاز وأضراره في تربية الأطفال. هذا وقد يتعرض الطفل بشكل مباشر خلال المشاهدة، خاصة متابعة التلفزيون لفترات طويلة من الوقت، وهذا ما يؤثر سلبا في سلوك حياته. كما تناول الكاتب جانب الرعاية السليمة وحماية الأطفال من مشاهدة القنوات التي تبث البرامج غير الأخلاقية. أما واقع الإعلام التشادي فقد تحدث الكاتب عبد الله موسى على تعددية الصحف المقروءة وضبط أخلاقيات المحنة ومراقبتها من الجهات المعنية، كما أن هناك عوائق تواجه وسائل الإعلام منها معرفة رغبات القراء والملائمة مع واقع الأحداث المحلية. هذا وقد تداخل بعض الحضور بطرح أسئلة للمؤلفين بغرض الفهم والإيضاح، بحيث تم الرد على جميع الأسئلة الموجهة بشفافية تامة.